أنواع المحاكم المدنية: قانون المرافعات بيقسم المحاكم المدنية إلى نوعين. النوع الأول يسمى المحاكم العادية، بينما النوع الثاني يسمى المحاكم المتخصصة وليست المحاكم الخاصة. مرة تانية، قانون المرافعات بيقسم المحاكم المدنية إلى نوعين. النوع الأول يسمى المحاكم العادية، والنوع الثاني يسمى المحاكم المتخصصة وليست المحاكم الخاصة. الأمثلة على المحاكم المتخصصة الموجودة في التنظيم القضائي المصري كتيرة، منها على سبيل المثال محاكم الأسرة، المحاكم الاقتصادية، محاكم التنفيذ، ومحاكم الأمور المستعجلة. الأمثلة على المحاكم المتخصصة في التنظيم القضائي المصري كتيرة، في منها حضرات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: محاكم الأسرة، محاكم الاقتصادية، محاكم الأمور المستعجلة، ومحاكم التنفيذ. من أهم النتائج المترتبة على وجود محاكم متخصصة في التنظيم القضائي المصري أن قواعد الاختصاص تعتبر من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. تاني، من أهم نتائج وجود محاكم متخصصة في التنظيم القضائي المصري أن قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه المحاكم تعتبر من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة تكون عليها الدعوة. لا يسقط الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالكلام في موضوع الدعوة. يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها. دي كلها حضرات نتائج، حاضر، دي كلها حضرات نتائج مترتبة على اعتبار أن اختصاص المحاكم المتخصصة من نوع قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام. مرة تانية بنقول يا حضرات، اختصاص المحاكم المتخصصة اللي زي محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، محاكم التنفيذ، محاكم الأمور المستعجلة، بنقول إن قواعد الاختصاص من نوع قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام. طب إيه النتائج المترتبة على ذلك؟ إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز في أي حالة تكون عليها الدعوة. أيضاً الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع، وده عكس سائر الدفوع الشكلية الأخرى. أي دفع شكل آخر غير متعلق بالنظام العام يسقط الحق في التمسك به بالكلام في الموضوع. النتيجة الثالثة المترتبة على ذلك أن المحكمة تملك أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها،
ودون الحاجة إلى دفع بذلك أمامها من أحد الخصوم. دي كلها بنعتبرها نتائج على اعتبار اختصاص المحاكم المتخصصة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.